إذاعة سلطنة عمان تقدم طبعا بديت القراءة لما كنت صغير. والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ. لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب. إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه، يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان. نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة. يعني الشخص يستخدم عقله وقت الحاجة، لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر. في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها. لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل. القارئ الصغير، القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة، العاشقة للقراءة. يحاول القراء الصغار ويتصفح كتبهم سليمان بن علي المعمري. القارئ الصغير، أهلا ومرحبا بكم أعزائنا إلى هذا اللقاء اليومي مع القراء الواعدين. الاسم أحمد بن سالم بن مبارك السعيدي، العمر 13 سنة، ومن مدرسة موسى بن أبي جابر للتعليم الأساسي بولاية السويق. أحمد يهوى القراءة ولعب كرة القدم ويتمنى أن يصبح معلم لغة إنجليزية. مرحبا أحمد. مرحبتين. كيف حالك؟ إذن أنت تهوى القراءة. نعم. جميل. إيش نوعية الكتب اللي تحب تقرأهن؟ ذاتي. كتب ذاتية. مثل إيش؟ مثل الأيام وخان الخليل. الأيام وخان الخليل. إذن هذا كتاب أدبي، هل تقصد رواية طه حسين؟ نعم. أها. وخان الخليلي طبعا رواية نجيب محفوظ. نعم. كلمنا عن رواية الأيام لطه حسين. تتحدث رواية الأيام عن معاناة وصبر الرجل الكفيف وتعلمه وكيف يصور نفسه، كيف كان يأكل بعيدا عن إخوته خشية أن يضحكوا عليه. وأن من هذا هو الرجل الكفيف؟ الرجل الكفيف طه حسين. مه. درس في الأزهر. مه. وطرد لأنه يحب المناقشة. ثم ذهب إلى فرنسا ودرس في جامعة السوربون. أيوة. ثم أصبح أحد أهم العلماء في الوطن العربي. أهم الأدباء، وله لقب معروف هو في العالم العربي، تعرف إيش هو؟ العميد العربي. عميد الأدب العربي. العميد العربي. ممتاز يا أحمد. هذا ما يخص رواية الأيام لطه حسين. وخان الخليلي هو تتحدث خان الخليلي عن حياة المصريين البسطاء، كيف كانوا يعيشون. وخان الخليلي هو سوق قديم يباع فيه التحف النحاسية القديمة. جميل. من بطل خان الخليلي؟ أحمد عاكف. أحمد عاكف. وأخوه من اسمه؟ رشدي. رشدي. جميل. والمؤلف؟ نجيب محفوظ. نجيب محفوظ. إيش تعرف عن نجيب محفوظ؟ نجيب محفوظ هو الحائز على جائزة نوبل للآداب عن رواية أولاد حارتنا. جميل. هو عن مجمل أعماله وليس فقط عن رواية أولاد حارتنا، ذكرت طبعا في التقرير، تقرير الأكاديمية السويدية، ولكن ذكرت أيضا ثلاثية، يعني أيضا حاز عليها جائزة نوبل. صحيح؟ صحيح. قريت له شيء غير خان الخليلي؟ لا. جميل. لكن إن شاء الله في المستقبل بتقرأ له أكيد، إن شاء الله، لأنه روائي مهم ويستحق أنك تقرأ له. خلينا الحين نتكلم عن أيضا، كأنك ذكرت لأنك تقرأ مجلات. نعم. مجلات عامة ولا مجلات أطفال ولا إيش بالضبط؟ مجلات أطفال. مثل إيش؟ ماجد. أها. إذن أنت من محبي مجلة ماجد. نعم. الكثيرون يقرأوا مجلة ماجد، واللي أصلا من تأسست عام 79 إلى اليوم ما زالت يعني لم تفقد شعبيتها لدى الأطفال. إيش أعجبك فيها؟ الألعاب. إيش من أيضا القصص. أنا تراني أعرفها المجلة، أريد يعني تحكي لي من يعجبك، كسلان جدا ولا موز الحبوبة
ولا مين بالضبط؟ ولا النقيب خلفان؟ النقيب خلفان. اه ليش يعجبك النقيب خلفان؟ ننجز المهمات الصعبة. والمساعد فهمان ما يعجبك؟ لا. ليش؟ يعجبك بس النقيب خلفان. لا. بس يعني ما غريب انه النقيب خلفان يعني من حوالي 30 أو 40 سنة الحين وبعده نقيب يعني ما رقوا رغم كل الجرائم اللي يكشفهن. نعم لأن تمثيل هذا بس. تمثيل. يعني مش شخصية حقيقية. ما حقيقية. جميل. إيش بعد المجلات اللي قرأتها؟ الرياضة. مجلات من الرياضة. مجلات رياضية. نعم. مثل إيش؟ بعد جرائد أيضا. تحب أخبار الرياضة؟ نعم. تتابع رياضة شكلك أنت؟ نعم. تلعب ولا بس تتابع فقط؟ ألعب وأتابع. إيش تلعب؟ كرة قدم. نعم. كرة القدم. وإيش مركزك في اللعب؟ هجوم. هجوم. تسجل أهداف ولا تسلل كله؟ نعم. سجلت. جميل. وتتابع مباريات الدوري المحلي؟ نعم. أحيانا. والمباريات العالمية؟ نعم. إيش فريقك المفضل؟ برشلونة. برشلونة. يعني معناها أنت ما تحب رونالدو؟ نعم. من تحب إذن؟ ميسي. ميسي. أنا عرفتك ما دام قلت برشلونة. جميل. أحد من زملائك من مدرسة موسى بن أبي جابر يشجع الدون قبل في حلقة خبرني يعني اللي هو رونالدو وريال مدريد. ما تضاربوا أنت وياه؟ لا لا. عادي يعني. هو يشجع ريال وأنت تشجع برشلونة. نعم. ممتاز. أيضا خبرون أنك تحفظ أشعار صحيح؟ نعم. إيش حافظ؟ شعر صديق. شعر صديق يعني شعر فصيح ولا عامي ولا ايش؟ عامي. لمن؟ سهيل الحبسي. سهيل الحبسي. سمعني اياه. يقول القلب والروح بإحساس العشق نادوك يا ناعس الطرف لي مقوى على فرقاك باروح لكن راجع لك بدون شكوك لاني احبك ولا يمكن اعيش بلاك ما شفتني كيف يوم اوادعك مربوك كني تكهربت ما بين اشتباك اسلاك قفيت عنك وانا كني ادوس الشوك حالي شرى حال من لكن فقد الأملاك اسمك في قلبي من الماس وذهب مسبوك عاشت لسابي وعاش روح من سماك محبتي لك ما هي عز من ربوك الحظ جابك ودارث بي الدنيا عليك أفلاك. الله جميل. الحظ جابك؟ الحظ جابك ودارث بي الدنيا عليك أفلاك. ودارث بي الدنيا عليك أفلاك. رائع يا أحمد. هذه قصيدة سهيل الحبسي. نعم. تحفظ قصائد فصيحة؟ نعم. ايش حافظ؟ حافظ قصيدة للشاعر حافظ ابراهيم. عن ابناء اللغة العربية تنادي ابنائها. ممتاز. قصيدة حافظ ابراهيم الشهيرة عن اللغة العربية. نعم. سمعنا طبعا هي طويلة سمعنا ابيات منها. رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي وناديت قومي فاحتسبت حياتي رموني بعقم في الشباب وليتني عقمت فلم اجزع لقول عداتي ولدت فلما لم اجد لعرائسي رجالا واكفاء ولدت بناتي وولدت فلما لم أجد لعرائسي رجالا وأكفاء ودت بناتي وسعت كتاب الله لفظا وغاية وما ضغت عن آي به وعظاتي فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي أنا البحر في أحشائه الدر كامن فهل سألوا الغواص عن صدفاتي. الله جميل. رائع يا أحمد. رائع. إيش أمنيتك تصبح لما تكبر؟ مدرس معلم لغة إنجليزية. معلم لغة إنجليزية. ليش؟ لأني استفيد في الحياة وأعلم أجيال. تعلم أجيال. طيب لو صرت معلم تربية إسلامية برضو تستفيد وتعلم أجيال ولو صرت معلم لغة عربية تستفيد وتعلم أجيال. ليش تعاد اللغة الإنجليزية بالذات؟ لأن اللغة الإنجليزية إذا كنت أريد أسافر مثلا أتكلم اللغة الإنجليزية. صحيح. أو مثلا أتكلم في الشركات يعني إذا ذهبت إلى شركة أو شيء يعني. تحب تكون عندك يعني تحب تكون عندك لغة ثانية غير العربية. نعم. ممتاز. إذا أحمد في نهاية هذه الحلقة قبل أن أختم معك إذا كان عندك حكمة. حكمة. أكبر عائق أمام النجاح هو الخوف من الفشل. الخوف من الفشل. جميلة هذه الحكمة لكن أريدك تشرحها. إن إذا خفت إنك تفشل
فلن تقدر تنجح في حياتك مستقبل. يعني لازم تكون جريء ومقدام وتنفذ الأشياء عشان تنجح. نعم. وما تخاف من الفشل. نعم. إن شاء الله. إذن أحمد بن سالم بن مبارك السعيدي، البالغ من العمر 13 عاما، الطالب بمدرسة موسى بن أبي جابر بالسويق، شكرا جزيلا لك. شكرا. أحسنت. القارئ الصغير، القارئ الصغير، مع تحيات سليمان المعمري، القارئ الصغير.